حمولتي. يلا هدية لله واحد الديسير. انا كي قلتي خديته من هاد الشخشوخه وتصرفت فيه انايا. واخا اذن ديسير بالفواكه الجافه وقت البسطيله والفواكه الطريه بجوج. اذن الطريقه نص كيلو ديال الورقه البسطيله او المقادير عفوا المقادير نص كيلو ديال الورقه البسطيله، كاس صغير هي صغير ديال القرقع مهرمش بعد ما يتحمر شي شويه، غير شويه يتحمر وتهرمش، كاس ديال اللوز مقلي ومهرمش حتى هو صغير، كاس صغير، كاس صغير من الزبيب، بعض الحبات ديال التمر ما نتعداوش 10 الحبات تقريبا، التمر يكون زوين في الشكل ديالو زوين ما معوج ما والو، 10 الحبات تقريبا، وبعض الحبات من الفريز، شويه ديال ورق النعناع، ورقه النعناع غسليهم ونشفيهم وخليهم جانبا، شويه سكر كلاص، وشويه القرفه. الكريمه هذا هادو المقادير الاولى، المقادير الثانيه فيها الكريمه، نص لتر، نص لتر ديال الحليب، نص لتر ديال الحليب، جوج معالق كبار عامرين من النشا، عامرين مزيان من النشا، واللي ما عندوش النشا راه في النصائح راه يمكن تطحني داك الرز البلدي، داك الرز المكيور البلدي راه الا طحنتيه يعطيك بحال النشا. جوج معالق كبار من السكر، باكيت من لافاني اولا شي حكه ديال لو زيست دو سيترون الا ما عندك لافاني، والزيت القلي. والطريقه هي نقول لك انا الطريقه اللي عطيتها وجميله. الطريقه غادي تاخدي خمسه ديال الورقات ديال البسطيله، خمسه وحده فوق وحده وحده فوق وحده ياك، غادي تسرحيهم فوق البوطاجي وتطويهم على جوج، وتبعي معايا لا فعلا تطويهم على جوج تتحصلي على نصف دائره ياك، وغادي تاخدي داك الدوائر ديال الاينوكس دوك المدورين اللي تنقطعو بهم من الطلع وديك كتقطعي داك الشكل المتوسط، وديك تقطعي وحده 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 وحده، غادي تحصلي في كل مره غادي تحصلي على 10 ديال الدوائر لان خمسه الوراق متنين على جوج، وحده تخرج من جوج ما حدك انت كتوركي بهذاك المرسوم وتقطعي تحصلي على 10 ديال الدوائر في كل مره. صافي غادي تسخني الزيت هي شويه ما تكونش سخونه بزاف على نار مهيله ما تجهديش العافيه، وتقليهم هذوك بجوج 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 بجوج، وتخليهم حتى هما في الكسكاس حتى يتقطروا. صافي اييه ومني تقطروا غادي تمشي لا هذاك الكريمه، غادي تخلطي النشا مع الحليب والسكر ولافاني وتطيبيهم على نار مهيله كذلك مع التحرك حتى تحصلي على كريمه سميكه. نجيو دابا للتقديم. التقديم هادو تيجيو في طبق فردي، كل واحد عنده ديالو باش تيجيو جميلين. طبق فردي كل واحد صوبي ليه التبصيل ديالو، غادي توضعي فيه جوج ورقات مقليين وسقيهم بشويه الكريمه ودردري عليهم القرقع مهرمش اييه، وغطيهم بجوج ورق اخرين وعاودي سقيهم بالكريمه ودردري عليهم المكسرات اللي كاين، وتابعي العمليه مع نفس الشكل مع اللوز. يعني غادي يعجبك ثلاثه طبقات كل طبقه فيها نوع مختلف من الفواكه الجافه حتى الاخر، وفي الديكور في الوجه غادي توضعي شويه الكريمه، وغادي تجي لهذاك التمره اللي قلنا كل تمره قسميها على اربعه الموس على اربعه، وغادي تشكليهم في الوجه باش تحصلي على واحد الوريضه في الوجه ديال ديك الدائره الاخرانيه كاع، تيجيو دوك الطميرات بحال لي بيتال ديال لا فلور، وحده حده وحده 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 كتحصلي على وريضه في الوجه، كتعطي منظر وديسير سهل وخفيف يعني. وفي الجوانب ديال التبسيط التبسيط غادي ديك الساعه ديري دردري السكر كلاص والقرفه على حسب الخطوطات اللي ولاو دابا كيديروا دوك الخطوطات ودوك الدوائر وداك الشيء، وممكن انا قلت لك الا ممكن بغيتي تزيدي حتى الفواكه الطريه راه ممكن مثلا بحال دابا الفريز صوبي بيه لي فونتاي، كيف تاخذي الفريزه وتقسميها على النص هكا باش تعطي داك المنظر، هي تبدا تفلحيها بحال الشكل ديال الصباع تليد خط حدا خط وتحليها بشويه تعطي لي فونتاي في الجناب ولا في الوجه ولا دوك ورقات النعناع ولا انت تتفنني بهذوك تتفني فعلا هي التزيين كيبقى اختياري وتيجي منظر رائع والشكل زعما جديد وداسير حتى هو سهل واقتصادي في نفس الوقت يعني ومعروف من زمان غير فيزيتي اييه، وداك المنظر ان كل واحد عنده التبصيل ديالو تياخذ فيه بوحدو تيجي ثاني واحد الشكل جديد.